جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم السفر إلى بلاد الكفر إن كان فيها أقليات مسلمة في بعض مناطقها، وبالإمكان إقامة الصلوات الخمس جماعة في مسجد؟ أما بالنسبة للفتن فهي موجودة كما هو الحال في غالب بلاد المسلمين. بلاد الكفر لا يجوز الاستيطان فيها والبقاء فيها إلا للعاجز الذي لا يقدر على الهجرة، الذي لا يقدر على الهجرة يبقى إلى أن ييسر الله له ويهاجر، يكون ينوي الهجرة بقلبه متى ما تيسر، لا يجوز له هذا إلا عند العجز، إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أولئك عسى الله أن يعفو عنه. فلا يجوز الاستيطان في بلاد الكفار مع الاستطاعة الانتقال إلى بلاد المسلمين. أما كونه يسافر لا للاستيطان وإنما لتجارة أو لدعوة إلى الله أو لعلاج ثم يرجع فلا بأس، لأجل الحاجة.